عشان دي انا بجدد ترحيب بحضراتكم مره تانية. سيارات امن مركزي وعناصر شرطه سريه بمحيط محطات الوقود، وانتشار مكثف لرجال المباحث بكافه مواقف نقل الركاب الرئيسيه لمنع استغلال السائقين للزيادات الاخيره في اسعار السولار والبنزين. والاجهزه الامنيه تشن حملات مكثفه على مواقف السيرفيس والميكروباص بمختلف المحافظات. ثم هي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية من أجل منع رفع أو زيادة تعريفة الركوب. دعونا نوضح ذلك ونتابع معكم آخر الأوضاع والمستجدات من خلال هذه التغطية. قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشن حملات مكثفة على مواقف السيرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات لمراقبة السائقين ومنع رفع تعريفة الركوب التي أقرتها كل محافظة بعد ارتفاع سعر البنزين. وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية. كما قامت الإدارة العامة بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين. أيضا كثفت وزارة الداخلية من تواجد سيارات الأمن المركزي وعناصر الشرطة السرية بمحيط محطات الوقود بالقاهرة والجيزة والمحافظات، وكذلك بمواقف سيارات الأجرة تحسبا لأي مشادات وأعمال شغب قد تقع بين سائقي الأجرة والميكروباص والمواطنين، وكذلك تحسبا لأي مناوشات بالمناطق الشعبية بمواقف وسائقي التوك توك. وعلى مستوى محافظة القاهرة أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن الوضع مستقر حتى الآن ولا يوجد زحام كبير على محطات الوقود، وأن القوات منتشرة وجاهزة للتعامل مع أي طارئ. وأضاف المصدر أن هناك انتشار لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لمخالفة تعريفة الركوب ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة من خلال سائقي سيارات الأجرة. بالإضافة أيضا قامت الإدارة العامة للمرور القاهرة بنشر خدمات إضافية بمحيط محطات الوقود. أما في محافظة الجيزة فشكلت مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات تضم كل من الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة وإدارة المرور ومباحث التموين لمتابعة الحالة الأمنية وشن الحملات على مواقف السيرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة وضبط المخالفين. كما أكد محافظ الجيزة أيضا على ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائي مع إعلان رقم الشكاوي لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة، وذلك لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. وحاليا تقوم غرفة العمليات بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين. بالطبع جاءت هذه الإجراءات بعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار. مشاهدينا إلى هنا تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم ندى باهي، إلى لقاء جديد.